أحيت فرقة تقسيم تريو التركية حفلاً موسيقياً بدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه في حديقة جومان بارك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأمام حضور عائلي من محبي الموسيقى. كانوا جداً متحمسين لأنهم لأول مرة طبعاً يجوا يقيموا حفلة داخل المملكة العربية السعودية. هوسنو شالاندريجي وإسماعيل تونش بيليك وعيطاش دوان أعضاء فرقة تقسيم تريو التركية، دع صيتهم في الوطن العربي لما يقدمونه من مزج مميز بين الموسيقى التقليدية والطربية وموسيقى الجاز والكلاسيكية. سعيد جدا لوجودي في السعودية لأول مرة من أجل إحياء حفل موسيقي. أتمنى أن آتي كل يوم للسعودية لإحياء الحفلات إن شاء الله. قدم الثلاثي التركي مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة ما بين العزف الجماعي والمنفرد، أمتعت الجمهور الذي تجاوز بالموسيقى اختلاف اللغة. والله جمهور سعودية وجمهور الشرق الأوسط بتاع خليج كلهم ما شاء الله تسمع موسيقى وحاجة جميلة، يعني احنا لما أعزف من بين وبيني ياخد كهرباء منهم فرحانين يعني. أظهر العازفون الأتراك سعادتهم بلقاء الجمهور السعودي في آخر حفلة تجمعهم كفريق واحد بعد قرار انفصالهم عن بعضهم البعض وتكوين فرقة خاصة لكل واحد منهم. تتابع هيئة الترفيه عزفها المنفرد وضبط الإيقاع لفرق موسيقية عربية وعالمية أتت بها لإحياء حفلاتها في السعودية. من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سعود الخلف، العربية.